أخبار الاقتصاد، أهلا بكم. قال وزير المالية المصري هاني قدري إن مصر قد تلجأ لأسواق السندات العالمية العام المقبل لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار مع سعيها لتعزيز ماليتها العامة، مضيفا أن القاهرة مستعدة لبحث اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق على حزمة قروض إذا دعت الضرورة. أتوقع الوزير انخفاض عجز الميزانية المصرية خلال 4 أو 5 سنوات إلى 8 لـ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد معدل مبدئي مستهدف 10.5% للعام 2014-2015. وكانت آفاق الاقتصاد المصري قد تحسنت في الشهور الأخيرة، حيث نما الاقتصاد على أساس سنوي 3.7% في الربع الأخير من العام المالي الذي انتهى في يونيو، من 2.5% في الربع السابق. صرح وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ديلو أن بلاده ستقدم برنامج مساعدات بقيمة 200 مليون دولار لمصر خلال الفترة المقبلة لدعم اقتصادها، دون أن يحدد فترة محددة لتقديم تلك المساعدات أو أوجه اتفاق إنفاقها. وذكر الوزير الأمريكي أن بلاده تدعم بقوة الاقتصاد المصري وتبحث مع البنوك والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وأكد ديلو أن الهدف من زيارته الأخيرة لمصر هو العمل بين الحكومتين لدعم الاقتصاد المصري والتوصل لمسار يدعم العلاقات الثنائية لدعم الفرص الاقتصادية المناسبة. أدى تأخر ربط بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي إلى انخفاض أسعار الأسهم الصينية في تعاملات هذا الأسبوع إثر تنامي المخاوف في صفوف المستثمرين من تأخر هذه الخطوة. وتسبب هذا التأخير في إصابة أسواق الأسهم في البورصتين بالشلل، ما أثر بشكل سلبي على مستويات الطلب على الأسهم، خصوصا عقب إعلان مدير بورصة هونغ كونغ عن عدم علمه بالتوقيت الذي ستسمح فيه السلطات بالربط بين بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي. وطغى تأثير تأخر الربط بين البورصتين على وضع الأسهم الصينية دون مثيلاتها، حيث ارتفعت بقية الأسهم الآسيوية وسط تفاؤل بنتائج أرباح الشركات الأمريكية، ما دعم تداولات معظم الأسهم العالمية. دعت نقابة فيردي العمالية في ألمانيا عمال شركة أمازون إلى الدخول في موجة إضراب جديدة عن العمل، تعبيرا عن عدم قبولهم لنسبة الزيادة التي اقترحتها الشركة على الأجور والتي تبلغ 2.2%. وتحاول نقابة فيردي منذ أكثر من عام الضغط على شركة أمازون للشحن لحث الشركة على الدخول مع النقابة في مفاوضات لتحسين ظروف عاملها بشكل يشبه ظروف العاملين في تجارة التجزئة، وهو ما ترفضه الشركة، مؤكدة أنها لا تنتمي لهذا القطاع وتتخصص في قطاع الشحن. وحسب النقابة فإن مئات العاملين في أمازون أضربوا عن العمل في 5 أفرع رئيسية للشركة، لكن لم تؤثر الإضرابات على التزاماتهم تجاه عملائهم، حيث أوضحت فيردي أن أغلبية العمال وصلوا عملهم بشكل منتظم. بعد أقل من شهر على إصدار شركة أبل منصة جديدة للدفع عبر الجوال والتي أطلقت عليها اسم أبل باي، وهي تسمح بإجراء عمليات الدفع إلكترونيا باستخدام تقنية الاتصال عن قرب والمعروفة باسم NFC، قرر عدد من الشركات الكبرى الاتحاد وإنشاء محفظة إلكترونية منافسة للدفع بتقنية الـ NFC. وانضم مؤخرا لهذا الاتحاد 2 من أكبر متاجر الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية CVS ورايت إيد، حيث أوقفت الشركتان قبول الدفع إلكترونيا باستخدام أبل باي ومحفظة جوجل، وأعلنتا أنهما تخططان لتطوير تطبيق دفع بالجوال باسم كارنسي على أن يتم إطلاقه في العام المقبل ليكون متوفرا في أكثر من 100,000 متجر بالولايات المتحدة الأمريكية. ختاما إلى أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، حيث حافظت العملة الأوروبية الموحدة على ارتفاعها عند 1.27 دولار، وأيضا حافظ الجنيه الاسترليني على مستوى عند الدولار و 61 سنت. واستقر الدولار أمام العملات العربية مقابل 3.75 ريال سعودي و 3.67 درهم إماراتي ومقابل 7.15 جنيها مصريا. وهذه نقطة الختام، نشكر لكم المتابعة، دمتم في أمان الله.